وادي امامنا ابره، ولكن على طول على طول يترك، هل يستمر هل ياتي في هذه اللحظات امامنا؟ حديث عارف ايه قال لك، لان تكتيك اسلوب لعبهم ما يناسبش لعب المنتخب. احتفاليه رونالدينيو في استقبال اول لهذا اللاعب هنا في هذا الملعب بعدما ترك الفريق في عام 2008 في الموسم الواحد، وبالتالي كل فريق يحتاج ترسانه من اللاعبين انيستا بمهاره الفنان باحساس لاعب الوفيليا. خسر 1-3 لكن عوضها برباعيه وبلقب السوبر الاسبانيه في هذا الموسم، هو لقب السوبر المحلي رقم 9. ادي امنا ديفيد فيا، اليساندرو نيستا الذي قدم من لاتسيو في عام 2002 ب 30 مليون دولار، في ذلك الوقت كان رقم الحاسم لبرشلونه اللي بينطلق في هذه اللقطه. ماكسويل الى فيا اختراق، لكن فريق الميلان عمل هذه المباراه بفائز بفريق يحصل على لقب هذه البطوله. برشلونه في ال 44 نسخه الماضيه فاز ب 39 لقب، والالقاب اللي خرجت من ايده راحت الى كولد الالماني في 81، لكن لسه في بدايه الموسم، وبالتالي كل فريق لا يريد ان يخرج كل ما لديه في هذه المباراه. ينطلق ابيدال يلعب العرضيه، لكن اللمسه لهر ابريل ترك الفريق ويعني تولى فيستا المدرب.